بتعمل جوجل على مدة عملية من فوق المحجرة وطلعني بمركز آريا ورحت للسفارة الإيرانية حصلت على تأشيرة وجنب السفارة مختبر الرازي سوينا تحليل مسحة للكورونا والحمد لله طلع السليمة ثاني يوم وحصلني على تقرير من مركز آريا الحمد لله حصلنا على تأشيرة وجينا الطهران واستقبلنا المترجم وذهبنا إلى الدكتور واتفقنا وياه والحمد لله والشكر وإن شاء الله والحمد لله طهران ما شاء الله كل التعقيم وكمامات وملتزمين والحمد لله والشكر ماكو أي إشكال طهران الحمد لله.